بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. ما زلنا نتكلم أيها السادة عن الطريق إلى إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى. يقول: فالطريق إلى إثباته تعالى إما إمكان العالم أو حدوثه، وإما مجموعهما، أي إمكان العالم وحدوث العالم، وكل ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض. يعني الإنسان العاقل أيها الإخوة إذا أراد أن يعلم وجود الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينظر في هذا العالم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. النظر في هذا العالم يكون بأحد أمرين: إما أن ينظر في أن هذا العالم من الممكنات، ولذلك نحن في الدرس الماضي قدمنا مقدمة عن الأحكام العقلية حتى نفهم هذه المصطلحات. فما معنى الإمكان؟ قلنا الإمكان أو الحكم بالإمكان، الحكم العقلي بالإمكان، هو أن تنظر إلى الشيء فيستوي في العقل وجوده وعدمه. فإذا استوى لشيء أو في شيء استوى طرفان لا بد من مرجح. فنحن ننظر في هذا العالم فنجد هذا العالم من الممكنات، والشيء إذا كان له طرفان ممكنان وهما الوجود والعدم لا يمكن في العقل أن يترجح أحد الطرفين إلا بمرجح، إذ من قضايا العقول المسلمة أنه لا يمكن رجحان بدون مرجح. إذا ننظر في هذا العالم أنه ممكن، ثم بعد ذلك حدث. والحدوث ما هو إخواننا؟ الحدوث هو الوجود بعد العدم، أو هو الوجود المسبوق بعدم. طبعا يمكن يقول إنسان: كيف نعلم أن العالم حادث ونحن ما شهدنا وقت حدوثه؟ فالجواب أيها الإخوة، طبعا من أشهر الأمثلة على القياسات المنطقية يقولون: العالم متغير وكل متغير حادث، لأن التغير هو عبارة عن حدوث. يعني مثلا أنت فرد من أفراد العالم، كيف تتغير؟ تكون صغيرا ثم تكبر وتتغير صفاتك، والتغير هو حدوث، هو حدوث صفات لم تكن من قبل. ولو نظرت إلى كل العالم من عرشه إلى فرشه لوجدته متغيرا، وكل متغير حادث. إذن فالعالم حادث، والعدم لا يتبدل بوجود إلا أيضا بمرجح. فإذن لابد للإنسان إذا نظر إلى إمكان العالم أو نظر إلى حدوث العالم لابد أن يطلب العقل الموجد والصانع، لأن العقل أبدا لا يقبل أن يوجد شيء من العدم بدون سبب، ولا يقبل أن يترجح هذا العقل، العقل المجرد لا يقبل أن يترجح أحد طرفي الممكن بدون مرجح أبدا أبدا. عقل أي عاقل لا يقبل هذا الأمر. ولذلك قال: فالطريق
إلى إثباته تعالى إما إمكان العالم أو حدوثه أو مجموعهما. يعني بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول دليل وجود الصانع سبحانه وتعالى هو إمكان العالم بشرط الحدوث، فالمجموع الإمكان والحدوث هما الدليلان على وجود الصانع سبحانه وتعالى. وكل ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض. كل العالم هو إما جواهر وإما أعراض. كل العالم سواء كان جمادا أو نباتا أو حيوانا أو غير ذلك، كله لا يوجد شيء من السماء إلى الأرض، من العرش إلى التراب، إلى ما تحت التراب، لا يوجد موجود من الحوادث من العالم يعني. نعم، والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هو إما جوهر وإما عرض. فالجوهر هو ما يأخذ فراغا ويقوم بنفسه، هذا تعريف الجوهر. طبعا لا بد من هذه الاصطلاحات من أجل أن نعلم ما هو العالم، وبعد ذلك أن نتيقن حدوثه، وعند ذلك لا بد للعقل أن يثبت صانعا أزليا لا أول له سبحانه وتعالى. فالجوهر طبعا، الجوهر أعم من الجسم، أو الأعيان أعم من الجسم والجوهر. المهم، الأعيان هي ما تأخذ فراغا وتقوم بنفسها. طبعا ممكن إنسان يقول الله عز وجل قائم بنفسه، لكن الله عز وجل لا يأخذ مكانا ولا فراغا، تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذا ما يقوم بنفسه يعني لا يحتاج إلى محل. الجوهر والجسم والعين، العين تعم الأمرين. يعني إخواننا، العين، الأعيان هي ما تأخذ فراغا ومكانا ثم تنقسم إلى قسمين، إن كانت مفردة فهي الجوهر، وإن كانت مؤلفة ومركبة فهي الجسم. وعلى كل حال، الأعيان التي هي الجواهر والأجسام لا بد لها من مكان، تأخذ حيزا من الفراغ. نعم، وأما الأعراض فهي التي لا تقوم بنفسها، أي لا بد لها من محل. يعني لا يمكن أن يوجد عرض سواد مثلا، أو بياض، أو حركة، أو صوت. كل الأفعال إخواننا، كل الأفعال هي أعراض، فلا يوجد فعل بدون فاعل أبدا. لا يوجد صوت، لا يوجد حركة. يعني هل يمكن أن توجد حركة بدون شيء متحرك؟ الآن هذه اليد هذا جسم، والحركة عرض. هل يمكن أن ترى حركة بدون شيء متحرك؟ يعني الكتاب يتحرك تمام، لكن هل يمكن أن تعطيني من جيبك حركة بدون متحرك؟ لا يمكن هذا. فإذا لابد للعرض من محل. وطبعا إخواننا أنتم تعلمون أن المحل غير المكان، ولذلك الأعراض تحتاج إلى محل، والجواهر تحتاج إلى حيز وفراغ ومكان. نعم، لذلك قال هذا كلام الإمام البابرتي رحمه الله تعالى، فيقول الطريق إلى إثباته تعالى إما إمكان العالم، أي نحن ننظر إلى العالم نجده ممكنا، يعني يستوي وجوده
وعدمه، فإذا استوى وجوده وعدمه لا بد من مرجح وهو الخالق سبحانه وتعالى، أو حدوثه وهو المسبوق بعدم، الكائن بعد العدم هو حادث، هذا هو الحادث. فالذي رجح وجوده على عدمه الذي كان هو فيه هو الصانع سبحانه وتعالى، نعم، أو مجموعهما، مجموع الإمكان والحدوث. وكل ذلك إما في الجواهر يعني في الأجسام أو في الأعراض، نعم. سيبدأ الآن بعد هذا الإجمال أن يفصل. أولا دليل الإمكان، قال: فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات في قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. ما معنى وأنتم الفقراء شيخنا؟ يعني كل الخلائق محتاجة، لأنها هي ممكنة. الممكن ليس واجبا، وإذا كان ليس واجبا فلا يمكن أن يوجد إلا بموجد، لأنه في نفسه من الممكنات. فالله عز وجل قال: وأنتم الفقراء، لأن الممكن لا يوجد إلا بموجد، نعم، فتحتاجون إلى موجد، نعم، لأن الممكن مفتقر في ذاته إلى من يوجده، والواجب سبحانه وتعالى غني عن غيره في وجوده. طبعا هنا الإمام البابرتي بهذا الكلام ربما يعني يأتي إنسان يسأل: إذا كان العالم يحتاج إلى موجد، فموجده لماذا لا يحتاج إلى موجد؟ تمام؟ نقول: لأن الله عز وجل الصانع واجب الوجود، والواجب لا يحتاج، ليس مفتقرا. من المفتقر أو ما المفتقر؟ الممكن، الممكن أو الحادث، هذا المفتقر. أما واجب الوجود، وطبعا ليس تحكما أن نقول والله بسبب عقيدتنا وإيماننا نقول الله واجب الوجود والعالم ممكن الوجود، لا، هذا حكم عقلي سيأتي معنا إن شاء الله الدلائل عليه، نعم. إذن دليل الإمكان، الإشارة إلى دليل الإمكان من القرآن الكريم أننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. ودليل الحدوث، قال: والإشارة إلى الاستدلال بالحدوث في قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين. طبعا القصة تعرفونها، وسيأتي تفصيل: هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هل فعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتقد أن هذا الكوكب، هل اعتقد أنه ربه بالفعل؟ اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم في هذا، لكن الآن الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: لا أحب الآفلين. ما هو الآفل؟ الذي يغيب وينعدم، وكل شيء ينعدم معناه أنه حادث، كل شيء وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. كل ما رأيته ينعدم اعلم أنه حادث، كل ما تراه ينعدم اعلم أنه حادث، لأن الانعدام ينافي القدم، كل من عدم مستحيل عقلا أن يكون قديما، تمام سيدي؟ وطبعا التدليل سيأتي في مكانه، ليس هروبا، لكن التدليل سيأتي في مكانه، لأن كل مسألة من هذه المسائل تدليلها في درس كامل. أستاذي، إذا ما نقول الجنة والجحنم،
ماذا تقول عنهما؟ إذا كان عدمه يعني الجنة والجحنم كما نعرف لا تنعدم. أحسن. الجنة والنار لا تنعدمان مع أنهما حادثتان، لأن إبقاءهما بإبقاء الله عز وجل، لأن بقاءهما بإبقاء الله. انظر سيدي، ليس بقاؤهما ذاتيا. نحن نتكلم عن الشيء الذاتي الذي هو لذاته، فكل شيء يعدم يعني يقبل العدم، والجنة والنار طبعا تقبلان العدم، من قال لا تقبلان؟ ولكن الله سبحانه يعني لذاتهما الجنة والنار تقبلان العدم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تبقى الجنة والنار إلى لا نهاية، أما هما تقبلان العدم، أما القديم لا يقبل العدم، وكل ما عدم فليس قديما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الكوكب أفل، انعدم، غاب، إذن قال لا أحب الآفلين، هو عبر بهذا التعبير، يعني هذا لا يصلح إلها لأنه حادث، وإذا كان حادثا إذن هو يحتاج إلى محدث، إذا عدم فهو حادث وهو يحتاج إلى محدث، فكيف يكون هو إذا كان هو مفتقرا، كيف يكون هو موجدا؟ هذا لا يصلح. نعم أحسنت. كل ما يتعلق بالدرس إخواننا يعني اسألوا عنه، إن شاء الله نبينه إن وفقنا الله. نعم، إذا والإشارة إلى الاستدلال بالحدوث في قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أحب الآفلين، وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق. يعني يوجد طريقتان، طريقة الإمكان وطريقة الحدوث. الأقرب إلى عقل كل الناس، كل الناس، هي الحدوث، هذا أقرب إلى التفهيم. أما دليل الإمكان عند العلماء أقوى، دليل الإمكان أقوى، نعم دليل الإمكان أقوى، حتى الإمام الرازي في المعالم في أصول الدين يعني قال الإمكان هو دليل الاحتياج إلى الصانع سبحانه وتعالى، لكن الحدوث أقرب. كيف أقرب؟ يعني نحن نقول للناس هذا العالم كان عدما ثم حدث، وأي عقل لا يقبل إحداث بدون محدث أبدا أبدا أبدا، لا يمكن لأحد. أنت لو رجعت إلى بيتك ووجدت شيئا تغير مكانه، وقالت لك زوجتك أو أحد، قالت لك ما أحد، لا يمكن أن تصدق هذا كان هنا ثم وجدته هنا. لو قالوا لك لا شيء لا أحد، أنت لا يمكن أن تصدق. فكيف إحداث هذا العالم العظيم؟ لا يقبل العقل أن يكون بدون محدث، بدون صانع سبحانه. لذلك قال وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق، وذلك محصور في أمرين، إما إفهام أو أفهام ما في مشكلة، أفهام جمع فهم فهو الأقرب إلى أفهام الخلق، إفهام هو الفعل ما في مشكلة،
تمام شيخنا؟ لا لا، هو يتكلم بشكل عام. هذه الطريقة الاستدلال بالحدوث هي الأقرب إلى أفهام الخلق أو إلى إفهام الخلق. تمام شيخنا؟ خذ بعد أن تأخذ المعنى استعمل من الألفاظ ما شئت، وإياك كما يقول الإمام الغزالي أن تتبع اللفظ وأن تبني المعاني على الألفاظ أبدا. لا تكن عبدا لللفظ، بعد أن تفهم المعنى عبر بما شئت. نعم. يقول: وذلك محصور في أمرين، يعني الحدوث استدل في أمرين، استدل بنفسك. قال: دلائل الأنفس، نعم، في أمرين: دلائل الأنفس ودلائل الآفاق، المشار إليهما في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تمام. انظر، قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر سيدي، من يريد، أنا قلت في مقدمة الدرس الماضي الاستدلال على وجود الله والصانع سبحانه وتعالى أمر في متناول كل عاقل أراد الوصول إلى الحق. فقط انظر إلى نفسك وانظر إلى هذه الأجهزة، إلى عينك وإلى عقلك وإلى قلبك وإلى كذا. هل وجدت بدون صانع؟ ثم إذا تحتاج إلى صانع انظر من صنعها، انظر من الموجودات الآن. هل أحد يدعي، هل فرعون أو غيره أو أمريكا أو أي دولة تدعي أنها خلقت إنسانا أو خلقت الشمس والقمر؟ نعم. لذلك قال: أما دلائل الأنفس فهي أن كل واحد يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودا ثم وجد، وكل ما وجد بعد العدم لا بد له من موجد. انظر إلى هذا التبسيط. نعم. ماذا قال الله تعالى؟ اختصر كل الأمر في آية واحدة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. انتهى البحث. سؤالان، من طرحهما على عقله وصل إلى النتيجة: أم خلقوا من غير شيء؟ لا يوجد عاقل يصدق أن هذا الجوال مثلا صنع بدون صانع، إذن هذا الخلق العجيب لا بد له من صانع. طيب، من الخالق؟ أم هم الخالقون؟ طبعا لا. طبعا لو جاء إنسان وعاند وقال: نعم، الأب والأم هم يخلقون الولد، ماذا قال الله بعد ذلك؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني من كذب وادعى أنه خالق لأمر بسيط، فالله عز وجل يقول: أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. نعم. وذلك الموجد ليس هو نفسه ولا الأبوان ولا سائر الخلق، لأن عجزهم عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة، فلا بد من صانع قديم مخالف لهذه الموجودات، لا بد من صانع قديم سبحانه وتعالى. لماذا قال قديم؟ سيتكلم بعد سطرين. دليل الآفاق: وأما دلائل الآفاق فلأن العالم يتغير. سيدي، دليل التغير أعظم دليل على حدوث العالم. ما معنى التغير؟ كما قلت لكم قبل قليل، هو حدوث صفات. أنت كيف تتغير؟ تحدث، يعني انظر إلى لحيتك، كانت سوداء،
أصبحت بيضاء، إذا حدث البياض، كنت صغيرا أصبحت كبيرا، والشجر كذلك، وكل شيء كذلك، والأفلاك وكل شيء يتبدل ويتغير، وهذا التغير هو عبارة عن حدوث، وكل حادث لا بد له من محدث. ولذلك يقول: فلأن العالم يتغير. العالم إخواننا لا تظن فقط أنت تتغير أو الأشياء القريبة منك تتغير. الذي يوجد رجل أمريكي اسمه أدوين هابل أو هابل، لا أعرف، أنتم أعلم مني بالأسماء الإنجليزية. نعم، هو الذي سمي الآن أكبر منظار في العالم الآن، الذي يستطيع أن يرصد الكون، سمي باسم هذا الرجل. ومنذ أسبوع تقريبا اكتشفوا أكبر مجرة في العالم إلى الآن، منذ أيام اكتشفوها بهذا المنظار. كنا نحن نقول: يا شيخ يوسف، يوجد مجرات، يوجد في العالم مليارات المجرات، ويوجد في كل مجرة، المجرة جالاكسي عندكم اسمها، تمام، يوجد مليارات المجرات. وكنا نقول يوجد في كل مجرة 100 مليار، 100 مليار شمس ونجم، ويوجد مليارات مثل هذا. هذا يعني بعد هذا الاكتشاف الجديد اكتشفوا مجرة سموها إل جوردو، ابحثوا عنها، كم نجما كم شمسا وجدوا فيها بهذا ما اسمه تلسكوب أو المنظار. نعم، يوجد فيها 3 ملايين مليار شمس، 3 ملايين مليار شمس، يعني 3000 تريليون شمس، 3000 تريليون شمس. نعم، المهم هذا الرجل لما نظر، هذا الرجل الذي سمي هذا المنظار باسمه، اسمه أدوين هابل، المهم نظر إلى العالم، وجد أنه دائما عندما ينظر فالطيف، لون الطيف يميل إلى الأحمر. لون الطيف يعني الألوان التي يراها تميل إلى الأحمر. قال: وهذا يدل فيزيائيا، عندهم نظرية فيزيائية، فهذا يدل على أن العالم يتوسع بشكل عجيب وهائل. وقبله قال: العالم مثل، تعرفون البالون الذي عليه نقوش، قالوا العالم، هذا بإجماع أهل الفلك، أن العالم مثل البالون الذي ينفخ دائما وعليه نقوش وما زال يتوسع. وهذا معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالعالم ليس فقط العالم يتغير، يعني نحن فقط نتغير، تشيب لحانا أو كذا، لا 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 لا، العالم كله يتغير. فلأن العالم يتغير، نعم، ويدرك التغير بالمشاهدة، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر هذا التغير، يقول: لا 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 أخي، العالم ثابت، لا أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام. من اختلاف الفصول، يعني صيف شتاء ربيع خريف، والليل والنهار، والطلوع والأفول ضد الطلوع، نعم، والرعد والبرق والسحاب وغير ذلك، وكل متغير حادث، فلا بد له من محدث قديم.
لماذا الآن سيدي لا بد من محدث قديم؟ قال إذ لو كان محدث العالم حادثا لاحتاج إلى محدث آخر فيدور أو يتسلسل، فيدور أو يتسلسل. ومن مسلمات العقول أن الدور والتسلسل باطل. سيدي باختصار، هذا العالم وجد من عدم؟ ثبت هذا؟ طيب، لا بد له من خالق. هذا الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن يكون قديما أزليا. لماذا؟ لأنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث. طيب، ومحدثه لو كان حادثا يحتاج إلى محدث، ومحدثه لو كان يحتاج إلى محدث، فيلزم أحد أمرين. الدور، ما هو الدور؟ هو توقف كل من الأمرين على الآخر. تمام؟ تعال يا من هنا أصغرنا سنا، يعني بعد إذنكم تعال شيخ إسماعيل، تعال، إيه تعال بعد إذنكم. طبعا الدور شيخنا، نقول إسماعيل أوجد أمر، وأمر أوجد إسماعيل، أمر الله تاج رأسنا، إيه. هل هذا عقلا ممكن؟ نقول إسماعيل أوجد أمر الله، وأمر الله أوجد إسماعيل، هل هذا يمكن عقلا؟ لماذا؟ لأن وجود أمر الله، وجود أمر الله متوقف على وجود إسماعيل، ووجود إسماعيل متوقف على وجود أمر، وهكذا، فمستحيل أن يوجد. فلو قلنا مثلا العالم أوجده موجده ثم العالم أوجد موجده، يعني الصانع أوجد العالم ثم العالم أوجد الصانع، هل يقبل العقل هذا؟ مستحيل. إذن انتهينا من الدور. تفضل، شكرا. نعم، ليس العالم، تمام، ممكن آخر، المهم سيتوقف هذا العالم، هذا موجده، هذا موجد موجده، هذا موجد، ثم هؤلاء الثلاثة أحدهما بعد أن أوجد أوجد. افرض بعد 2, 3, 5, 10, 100 لا يهم، المهم لا بد من الدور. أما التسلسل فنقول هذا العالم وهذا موجده وهذا موجد موجده وهكذا إلى ما لا نهاية. والتسلسل إخوان، يوجد قاعدة أقولها أو ستتعجبون؟ لأن في كل درس نقول مسألة، يعني في الدرس الماضي شيخنا قلنا مسألة، أي نعم، الحمد لله، لما قلت لهم يعني، أما لما قرأتهم من التفتزاني، هم الأتراك جدا يحبون الإمام التفتزاني، وهو أهل لأن يحب لأنه مجتهد في علم، ما شاء الله الإمام التفتزاني مجتهد ما شاء الله في كثير من الفنون. نعم، نقول كل ما لا يتناهى لا يمكن أن يتناهى، يعني كل شيء غير متناهي لا يمكن أن يوجد، كل شيء لا متناهي لا يمكن أن يوجد بمجموع أفراده. فلو قلنا الآن هذا العالم وهذا موجده وهذا موجده وهذا موجد إلى ما لا نهاية، لا يمكن أن يوجد شيء،
لأنهم يقولون العلل، يعني هذا علة هذا وهذا علة هذا، إلى أين يستمر؟ إلى ما لا نهاية. والذي لا نهاية له لا يمكن أن يوجد. تعرف لماذا؟ لأنك كأنك تقول قد تناهى ما لا يتناهى. لو وجد ما لا يتناهى إذن قد تناهى ما لا يتناهى، وهذا عين التناقض. يعني أنا الآن سأسأل سؤالا، ومن سأسألك أنت من أجل أن تجيب جوابا خطأ؟ لا 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 لا، اصبر اصبر، أنا سأسألك سؤال من أجل أن تخطئ. الآن الله عز وجل أوجد من البشر مليارات، صح؟ كم الله عز وجل قادر أن يوجد من البشر؟ قل إلى ما لا نهاية. هل يمكن كل، اسمع اسمع اسمع، كل سؤال لكم إلا لشيخنا فهو يسألنا ونحن لا نسأله؟ نعم. الآن هل ما يمكن الله أن يوجده من البشر، هل يمكن أن يوجد؟ يعني في الواقع، في الحقيقة، كل ما يمكن أن يوجده الله من البشر، أو قل من الشجر، أو قل من الحجر، أو قل من الشموس والكواكب، هل كل ما في إمكان الله أن يوجده هل ممكن أن يوجد في الخارج؟ يعني في الواقع، في الخارج، يعني ليس في الذهن وفي الوهم. سيدي، الله عز وجل كم يمكن أن يخلق من البشر، أو قل من الشجر أو من الحجر، إلى ما لا نهاية، اتفقنا على هذا؟ هذا هل يمكن أن يوجد في الخارج؟ يعني أن يوجد الله كل ما يمكن أن يوجده، هل يمكن أن يتحقق في الخارج؟ طبعا. ها؟ لأنه لو وجد إذن وقفت قدرة الله. هو هل طيب، مهما أوجد يمكن أن يوجد، مهما أوجد، إذن ما لا يتناهى لا يمكن أن يتناهى. هو اسمه ما لا يتناهى، لا يمكن أن يتناهى. فأنت تقول الله يمكن أن يوجد في الخارج، أن يحقق كل ما يمكن أن يوجد، مستحيل، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى صالحة إلى ما لا نهاية لأن توجد. فلا يمكن أن يوجد عدد تقول هنا أوجد الله كل ما يمكن أن يوجده، لأنك استغفر الله حكمت على قدرة الله بالعجز هنا، هذا مستحيل، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى يعني صلاحيتها للإيجاد لا تتناهى، ولذلك لا يمكن أن ينتهي ما يمكن الله عز وجل أن يخلقه، لا يمكن أن ينتهي. فتقول قد وجد ما لا يتناهى، مستحيل. من هنا نقول من فهم هذا المعنى فهم أن الدور، أن التسلسل مستحيل. لاحظ سيدي، الحمد لله، من هنا الآن يعرف الإنسان أن التسلسل مستحيل. لماذا؟ لأنهم يتكلمون أن العالم هذا هو ويحتاج إلى خالق، خالقه هذا وخالق هذا هذا، ثم إلى ما لا نهاية. يعني يقولون ما لا يتناهى قد وجد
وتناهى، فإذا أبطلنا أن ما لا يتناهى قد وجد، إذن مستحيل أن توجد أو يوجد، استغفر الله، كما يقولون صانعون وخالقون إلى ما لا نهاية. لا بد في العقل أن ينتهي الخلق إلى خالق لا يحتاج إلى محدث، إذن لا أول له، إذن واجب لذاته. التسلسل يعني تناهي ما لا يتناهى. نعم سيدي. يمكن أن نكرر القاعدة من قبلكم، ما لا يتناهى، ما لا يتناهى لا يمكن أن يتناهى، لا يمكن أن يوجد، اسمع، لا يمكن أن يوجد كل أفراده في الخارج، لا يمكن. اسمع الآن، أنا سأسألك سؤالا، تمام؟ الأعداد 1, 2, 3, 4, 5 إلى متى هذا الأعداد؟ لا، لا تقل يعني، لا تقل يعني، هي بدون يعني، هي لا نهاية لها. طيب هل تستطيع، وسأعطيك ما في جيبي من المال، لا لا ما عندي دولارات، في البيت يوجد دولارات، هنا لا يوجد، تمام، هل تستطيع أن تضع أمام كل فرد من الأعداد فردا في الوجود إلى نهاية الأعداد؟ طبعا لا، وهذا هو، لأن ما لا يتناهى لا يمكن أن يتناهى، هذا هو. نعم، لا شك، لأن العالم سيدي مفتقر، لا يوجد فيه شيء واجب لذاته، هو ممكن وهو حادث. والعقل، اسمعوا إخواننا، ارفعوا رأسكم بعقيدتكم يا إخواننا الذين يدعون أنهم فلاسفة وأنهم علماء وينكرون وجود الله، هم أقرب إلى الجنون ليس إلى العقل. نحن بفضل الله عز وجل بنينا عقيدتنا على عقل وإنصاف. هذا العالم حادث ولا يقبل العقل حادثا بدون محدث، وهذا المحدث لابد أن يكون غنيا واجبا لذاته، وإلا سيلزم إما الدور وإما التسلسل. وأبسط العقلاء يعلم أن هذين الأمرين باطلان. نعم، من؟ نعم. فلنفترض أن هذا عالم، إذا أردت أن أرسله لأخي إسماعيل عبر حزنة من الأشخاص، عدد من الأشخاص إلى ما لا نهاية، فهذا القلب لن يصل إليه، فهذا دليل على بطلان أن هذا التسلسل صحيح. ممكن أن أقول هذا؟ سيدي، هم يقولون يوجد علل حادثة لهذا العالم، علل، لأن العالم معلول، وكل علة له هي معلول لما قبلها، وهكذا إلى ما لا نهاية. فالذي لا نهاية له لا يوجد، فإذا بطل التسلسل بطل وجود علل لا متناهية، فيلزم إما أن تقول أمام العقل أحد أمرين، إما أن يسلم أن الإله سبحانه وتعالى لا أول له وواجب الوجود، وإما أن يقول ما وجد العالم، إما أن تقول عن نفسك أنت غير موجود ولا يوجد شيء في الوجود، وهذه مناكرة للضرورة، إنكار للضرورة، لا يمكن. نعم، انتهى الدرس؟ ما في مشكلة، أظن بسببي أنا أحرك شيء أو كذا، يجب أن أبتعد عنه. ما في مشكلة إن شاء الله. نعم،
فلا بد له من محدث قديم، إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث آخر فيدور أو يتسلسل وهو محالان. وهذا الاستدلال طبعا إخواننا هو بدأ أسكته تمام يعمل الله. يلا بسم الله. الآن هو لماذا يبحث كل هذه الأبحاث؟ ردا على الحشوية الذين قالوا لا يجوز أن نعلم وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، بالاستدلالات العقلية. لذلك يختم الآن يقول لا يوجد صوت. يوجد صوت ها؟ نعم. يقول وهذا الاستدلال يعني على وجود الله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية، وهذا الاستدلال هو طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمتقدمين من العلماء والعقلاء، وذلك لأن آدم عليه الصلاة والسلام إنما أظهر الله حجته. حجة من؟ حجته حجة من؟ حجة الله. إنما أظهر الله حجته لأن الملائكة لما الله عز وجل أراد أن يخلق إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله يعلم أن آدم أفضل من الملائكة، فهل الله عز وجل قال للملائكة اعتقدوا أن آدم أفضل منكم؟ لا، وإنما جعل لهم حجة. تمام. لذلك علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إذن لما أراد الله عز وجل أن يثبت أن يقيم الحجة أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أفضل من الملائكة ما قال لهم اعتقدوا، وإنما انظر، لأن آدم عليه الصلاة إنما أظهر الله حجته يعني حجة الله على فضله، على فضل آدم عليه الصلاة والسلام بأن أظهر يعني الله علمه علم آدم على الملائكة، وذلك محض الاستدلال. كان الله عز وجل قادرا أن يقول للملائكة اعتقدوا، لكن الله عز وجل ماذا فعل؟ أقام الحجة أن آدم أعلم، وهذا احتجاج. فإذا الله عز وجل سنة الله عز وجل مع أنه غني عن عباده، مع ذلك الله عز وجل يقيم الحجة نعم على الملائكة. الله عز وجل قبل الحوار مع إبليس، مع إبليس الله حاوره، حصل أو ما حصل؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يا ما منعك ألا تسجد إذ أمرت؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فإنك رجيم، إلى آخر الآيات. نعم. وقال الله تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام، كل هذا تبيين أن التحاجج العقلي على وجود الله عز وجل هذه سنة الأنبياء
وليس بدعة، وليس علم الكلام بدعة. كما هذا استدلال، كل هذا الكلام يستدل الشيخ قبل أن يبدأ في الكتاب وأبحاث الكتاب أن علم الكلام والاستدلالات العقلية ليست بدعة وإنما هي سنة الأنبياء. انظر الآن ماذا يقول. وقال الله تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، إلى أن قال الله عنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. يقول ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في الفروع، هم كانوا يعبدون نسرا وودا ويعوق وتمام يعبدون، فإذا هو كان يجادلهم في العقيدة، ليس كان يجادلهم في والله بيع التعاطي يجوز أو لا يجوز، نعم، بل في التوحيد والنبوة ونصرة الحق بالدلائل القطعية. طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الاستدلال. أصبح لنا ساعة شيخنا؟ متى بدأنا نحن؟ ها؟ 50 دقيقة، نكمل دقائق أخرى. يا سيدي، هنا الشيخ يقول ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام مقامات، أولها مع نفسه، يعني أنه هو الآن ما كان يعرف وجود الله، ثم بدأ هو يستدل على وجود الله. لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هنا الشيخ مال، طبعا يوجد قولان، الشيخ ليس مخطئا حاشا، لكن يوجد قولان، الإمام النسفي والإمام البيضاوي وغيرهما رجحا غير هذا القول. يعني هنا قال أولها مع نفسه، يعني الآن هو يستدل على وجود الله، تمام، فرأى الكوكب ظنه ربه، تمام. لكن هذا القول الذي يميل إليه سأقرأ لكم يعني من كلام النسفي، هذا يا إخواننا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين لقومه بالأسلوب اللين اللطيف أن ما يعبدونه لا يصلح للعبادة، وليس هو ظن، تمام. يعني أنت إذا جئت إلى قوم تدعوهم إلى الله وهم منذ 1000 سنة على هذه الحال، ومباشرة قلت لهم أنتم كافرون وأنتم ضالون وأنتم، فهنا يعلمنا التلطف في الدعوة. يقول ماذا تعبدون؟ نعبد هذا الكوكب. يقول تمام، تعالوا ننظر هل يصلح. لو قال لهم من الأول هذا كفر وانتهى الأمر، يمكن يضربون وينتهي الأمر، ما استفاد شيئا. أما يقول لهم تعالى تقولون هذا هو الرب، تعالوا ننظر هل يصلح لتدبير هذا العالم ولخلقه. نظر أفل، هو يريد أن يريهم وليس هو يظن هكذا، هذا نوع من التلطف. ولذلك لاحظوا التدرج، أولا قال هذا لا يصلح، لا أحب الآفلين. لاحظ في الآية، والله شيء عجيب يا إخواننا، في الآية الثانية نبههم أنه يوجد رب غير هذا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن وضع في نفوسهم أنه يوجد رب حقيقي آخر. في الآية الثالثة فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن كل ما تعبدون لا يصلح.
بعد ذلك ماذا قال لهم؟ ما قال لهم يجب أن نعبد الله؟ الآن لا يهم الاسم، ما ذكر لهم اسما، لأنه لو ذكر لهم اسما إني وجهت وجهي لله يمكن يظنونه يعني ربا مثل هذه الأرباب يريد أن ينقلنا من... لا 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 لا، ماذا قال لهم؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما. ها. إذن يا أيها الناس، من يستحق العبادة هو من خلق السماوات والأرض، من خلقنا وهو الذي يستحق العبادة، لا يهم ما اسمه الآن، لا يهم ما اسمه، المهم آمنوا بمن يستحق العبادة وهو الذي خلق السماوات والأرض. فهذا الذي يميل إليه الإمام النسفي، وطبعا كثير من العلماء، لكن أنا ما أتيت بكل. نعم، يقول الإمام النسفي في سورة الأنعام عند تفسير هذه الآية: فلما جن عليه الليل أي أظلم، وهو عطف على قال إبراهيم لأبيه، وقولي وكذلك نري إبراهيم جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه، رأى كوكبا أي الزهرة أو المشتري، وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها ليس بإله لقيام دليل الحدوث فيها. ما دليل؟ أنها تغيب، وكل ما يعدم ليس قديما فهو حادث إذن، ولينبههم لأن لها محدثا أحدثها، ومدبرا دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها إلى آخره. هذا ما يقول الإمام النسفي. البيضاوي يقول القولين، الذي قاله البابورتي والذي قاله النسفي، لكن يرجح الذي قاله النسفي، ولذلك ذكر القول الآخر بصيغة التضعيف وقيل كذا. نعم، قال الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، تفصيل وبيان لذلك، وقيل عطف على قال إبراهيم، وكذلك نري اعتراض كما قال النسفي، فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. يا إخواننا، النسفي هو اختصار البيضاوي والكشاف، ولذلك أحيانا تجد نفس العبارات. نعم، وجن عليه الليل ستره بظلامه، والكواكب كان الزهرة أو المشتري، وقوله هذا ربي، اسمع سي، على سبيل الوضع، فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم يكر عليه بالإفساد، يقول كما يقول الخصم ثم يفسده. نعم نعم، أو على وجه النظر والاستدلال، هذا الرأي كما قال البابورتي، وإنما قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه. إذن ممكن يكون إبراهيم قاله عند البلوغ، عند يعني عند أوان البلوغ، لكن القول الأول والله تعالى أعلم أرجح. على كل حال، هذا الكلام يطول إن شاء الله عز وجل، يعني استدلال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم استدلال موسى بعده، فيه فوائد لطيفة لا نريد أن نقرأها بعجالة، ولذلك إن أحببتم نكتفي بهذا القدر من الدرس. إذا يوجد سؤال نحن نجيب إن شاء الله، إن وفقنا الله للجواب. إذا عندكم سؤال تفضلوا إخواننا اسألوا. ذكرني ماذا يوجد سؤال؟
هل يوجد سؤال ما أجبنا عنه؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا سؤال. وأيضا لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ الشر، نعم. ويوجد شيء آخر؟ نسيت والله. نعم سيدي، أولا نجيب، يوجد في القرآن الكريم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يا إخواننا، إذا مرت معكم هذه الآيات فلا تخافوا منها، فهي بيان للحق والواقع. نحن كمسلمين نعلم أن كل الأفعال بخلق الله عز وجل، إن كان الهداية أو الإضلال، لا يوجد فعل من الأفعال إلا والله عز وجل هو الذي يخلقه، تمام؟ ولكن هذه الآيات، الدين يا أيها الإخوة يفهم معا، لا يفهم من آية. فبعض آيات مطلقة تجدها في مكان آخر مقيدة، فهذا التقييد هو الذي يشرح لك هذا الإطلاق. لاحظوا أيها الإخوة، يوجد آيات في ظاهرها كأنها التناقض وهي عين الحق. قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. في الآية التي بعدها يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. طيب كيف في الآية التي قبلها قال قل، يعني الحسنة والسيئة من عند الله، قل كل من عند الله، وفي الآية التي بعدها قال الحسنة من الله والسيئة منك؟ الأولى سيدي قصد الخلق، فخلق الحسنة وخلق السيئة وخلق الضلال وخلق الهداية وخلق كل شيء فهو خلق الله عز وجل. ولكن في الثانية الاستحقاق، أما الحسنة فهي فضل من الله عليك، وأما السيئة فهي عدل الله، لأنني عندما تصيبني السيئة فأنا أستحقها. فإذا فهمنا هذا حلت كل المشاكل. يضل من يشاء يعني يخلق الضلال، هو الذي يخلق ويخلق الكفر ويخلق المعاصي ويخلق كل شيء. مذهب أهل السنة والجماعة أصلا مستحيل عقلا أن العبد يخلق شيئا. هل الإنسان يخلق شيئا وهو جاهل به؟ أنت والله لا تستطيع، أنت المشي، أنت وأنا جاهلان به، نحن لا نعرف كيف نمشي، والله لا نعرف كيف نمشي. عندما نمشي كم، أي عضلات نحرك، وكم من الدم نحتاج، وأي أعصاب، نحن نمشي والله لا نعرف كيف نمشي، فكيف نكون خالقين لأفعالنا؟ نحن الأكل لا نعرفه. يا شيخ إسماعيل، أنت تضع اللحم في فمك وتأكل، تعرف كيف تأكل؟ لماذا لا تأكل لسانك وهو من اللحم؟ أنت تضع اللحم ولسانك من اللحم، لماذا وأنت تأكل هذا اللحم ينتقل تحت الأسنان من هنا إلى هنا، ها؟ لماذا لا تأكل لسانك وهو من اللحم، وهو يتحرك يدخل إلى هنا وإلى هناك، وأنت لا تعرف، فكيف تكون خالق؟ وهذا أسهل الأمور، نحن لا نتفكر عن الأفعال الصعبة، هذا أسهل الأمور، الأكل والمشي والكذا، هذا أسهل الأفعال. أنت
ليس أنت، أنا أيضا، لا تحزن. لا نعرف كيف يحصل، هل نحن خالقون؟ فإذا الله خالق كل شيء، نعم يخلق الضلال، ولكن في آية أخرى قال الله تعالى ويضل الله الظالمين. نعم الله يخلق الضلال، لكن انظر في من يخلق الضلال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من الذي يضله الله عز وجل يا شيخ يوسف؟ قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ذكر وعلم الحق، واتضح له الحق وهو لا يريد، عند ذلك ما جزاؤه؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الله يضلهم، لكن بعد ماذا؟ بعد أن بين لهم مرات وكرات وإذا ذكروا لا يذكرون. نعم الله يضل، والله هو الذي يهدي، وكل الأفعال الله عز وجل. في النهاية سيدي، في النهاية الله عز وجل لا يضل إلا من أبى، يعني تبين له الحق 100% ثم يقول أنا لا أريد، لا أريد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به ما استجاب، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا، تريدون دنيا مال كذا، خذوا. فنعم الله يضل، الله يهدي، الله كذا، لكن الله ماذا قال في سورة التوبة؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم هذا طريق الحق. يا أخي أنت أليس لك خالق؟ فقط اعرف ربك، نفسك التي بين جنبيك تقول لي خالق، أنا عبد لا يريد لا أن يتجاوب مع فطرته ولا أن يسمع للقرآن ولا للأنبياء ولا للدعاء، ويعلم ويقول لا أريد. تمام، لا تريد من الله شيئا، هو غني عنك أيضا. هذا هو الذي يضله الله سيدي، والله هكذا القرآن يقول لنا هكذا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدى حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم لا يريدون، نعم عرفنا ولا نريد. يضلهم الله، طبعا الله يخلق الضلالة حتى عند الموت، الله يمنعهم من الشهادة ويمنعهم من الإسلام. نعم الله يضلهم، لكن هم يريدون هذه العاقبة وهذه النتيجة. نعم نعم سيدي. هل يمكن، لا أعرف الجواب عندكم، أن يقال يضل الله من يشاء، يعني من شاء الضلال أضله الله عز وجل ومن شاء الهداية؟ هذا قول المعتزلة. نعم. يعني من لأن نحن شيخنا، أنا كلامي يبين هذا، لكن المهم أن نعلم أن خلق الأفعال، قلنا الآن كلامي يبين هذا، الكسب موجود، تمام، ولكن خلق الأفعال لله وحده. خلق الأفعال لواحد أحد. نعم. لا شك الله سبحانه وتعالى، قلنا من قبل، يقدر بحسب علمه، وعلم الله أن هذا سيختار الضلال باختياره فأراد أن يضله وخلق له الضلال. نعم. يعني
نعم. البدعة في العمل كيف البدعة في العمل؟ سيدي باختصار، البدعة في العمل هو أن تعمل عملا حسنا أو سيئا، حسنا أو سيئا، ولم يرد في السنة، ثم تقول هذا فعله رسول الله أو فعله أو جاء في القرآن. افعل ما شئت، حتى شيء ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة، إذا كان خيرا افعل، تمام، لكن لا تقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الدين ما في مشكلة، من يدخل تحت عموميات الدين. يعني مثلا أنت تريد أن تصلي، عندك وقت استراحة كل يوم بعد الظهر، تريد أن تصلي 10 ركعات كل يوم، صلي صلي، لكن لا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سن 10 ركعات بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا. فنحن الآن مثلا نفعل مولد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو إن لم يكن فيه مخالفات شرعية من أعظم القربات إلى الله عز وجل، لكن لا تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مولد بهذا الشكل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، هو النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم فيه ولدت. نعم يلا أظن رجع. طيب إذن إخواننا، البدعة في العمل طالما شيء ورد أصله في الشريعة، فنحن مثلا في المولد نقرأ القرآن ونذكر مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعل نسمع من العلماء ما يذكرنا بالله وبمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشروع. لا تقل هذا الفعل بهذا الشكل فعله رسول الله، افعل وهو ينسجم مع الدين. إذن سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة فله أجرها، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الحسنة والسيئة تنقلبان إلى سيئة إذا نسبتها إلى الدين. يعني الآن تريد مثلا هارون الرشيد قالوا كان له في الليل 100 ركعة، ما في مشكلة صلي 100 ركعة في الليل، لكن فقط لا تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 100 ركعة، لأن هذا ما حصل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، لو قلت فعل ألزمت الناس بهذه السنة. أما أنت تريد أن تلزم نفسك وتلزم طلابك، نعم تريد أن تفعل لهم ورد كل يوم يقول 1000 مرة لا إله إلا الله، بسم الله ما في مشكلة، أن يقولوا كذا من بسم الله ما في مشكلة، ألزم نفسك ألزم طلابك، لكن لا تقول هذا العدد هو فعله الرسول إذا ما فعله، لا تقول. عند ذلك نزيد في الدين، كل إنسان يزيد في الدين يزيد في الدين، فتنفلت الأمور. فإذا مهما فعلت من الحسنات ولو ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولكن ما أدخلت شيئا في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخله، ما فعلت إلا خيرا. تمام سيدي. نعمة البدعة طبعا. أما إلى الآن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التراويح في جماعة، يروى، تمام، هذا شيء فعله سيدنا عمر والصحابة أجمعوا عليه، أصبح تشريعا، أصبح تشريعا.
هم لهم ما ليس لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم لما أصبح إجماعا يصبح حجة. نعم. على غير الصورة التي يعرفونها. نعم. الآن هل هذه الصورة التي لم يعرفوها أو كانوا يعرفونها عن الله سبحانه وتعالى؟ نعم. هم عرفوها من وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. في هذا المكان هل عندما عادوا إلى الدنيا مصحت ذاكرتهم؟ ثم عندما عادوا عرفوا أي صورة؟ التي يعرفون التي يعرفونها الآن. الشق الآخر كان يعني أنت تظن أن الله له صورة. اصبر علينا. والناس كانوا يعرفونها لأنهم رأوا الله، رأوا صورته، تمام، في عندما أخذ منهم الميثاق، ثم مسحت صورته، تمام، ثم بعد ذلك عندما يرونه يوم القيامة يتذكرون صورته، تمام. اصبر يواش. طيب يا شيخنا، تعرف الصور من ماذا، من أين تأتي؟ لا يوجد صورة وتختلف الصور إلا باختلاف المقادير. يعني الآن صورة الشيخ يوسف غير صورة هذا الأخ، بسبب ماذا؟ يوجد اختلاف في الوجه، أطول، أعرض، كذا، في الجسم وهكذا. أنا الآن أنا والطاولة صورتنا تختلف بسبب طول، عرض، كذا. فالله يستحيل عليه الصورة، المجسمة يثبتون لله الصورة. والإمام النسفي وبعده التفتزان يقول ولا مصور، لا محدود ولا كما مر مع من قرأ العقائد النسفية يعرف هذا، ولا مصور، تمام سيدي. هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، مثل الآيات المتشابهة، تمام سيدي. الحديث باختصار أنه يوم القيامة الله عز وجل يقول ليتبع كل قوم من كانوا يعبدون، فيذهب كل إنسان مع من كان يعبد، وتبقى هذه الأمة، أمة الإسلام، فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله، نحن هنا حتى يأتي ربنا، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا، ويسجدون. المنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعوا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما معنى هذا الحديث؟ طبعا تعرفون المتشابهات، أهل السنة لهم طريقان، إما الإيمان وتفويض الأمر إلى الله وتنزيه الله عز وجل، يقولون لا نعلم نسكت الله أعلم، هذا طريق. الطريق الثاني الذي ذكره العلماء لهذا الحديث، وهو تأويل مقبول سهل لا يقبل العقل غيره أبدا، ما هو؟ الله عز وجل يرسل ملكا عظيما فيقول للمسلمين أنا ربكم، فالله عز وجل يمتحن المؤمنين. وإلا من يثبت لأن الله له صورة وهو يأتيهم في غير صورته ثم يأتيهم في صورته، تعرف ماذا يعني هذا؟ يعني أن الله عز وجل صفاته يمكن أن تتغير، إذن وما يتغير فهو حادث،
مستحيل هذا الكلام. والله المجسمة في هذا العصر في هذا الزمان يثبتون لله الصورة ويقولون الله يأتي في غير الصورة التي يعرفونها ثم يرجع ويأتي، يعني كأنه استغفر الله ماذا أقول، فعل أشياء ثم غير وجه، يعني استغفر الله وأتوب إليه. حقيقة الأمر الله عز وجل يرسل لهم ملكا يقول أنا ربكم، فيرون فيه عوارض الجسمية وعوارض الحدوث، مهما كان عظيما هو جسم له حدود وكذا، يقولون نعوذ بالله أنت لست ربنا. ثم يذهب، ثم يتجلى الله عز وجل عليهم ويأتيهم في الصورة التي يعرفونها. تعرف ما هي الصورة؟ يعني في الصفات التي يعرفونها، في الصفات التي يعرفونها يتجلى الله عليهم فيرونه سبحانه وتعالى لا في جهة ولا في مكان ولا جسما ولا عرضا ولا محدودا، يرونه كما علموا كما علمهم الإسلام، فيأتيهم في الصورة أي في الصفة التي يعرفونها. نعم نعم، يوجد تجليان، تجلي في الموقف يعني في المحشر، في المحشر هذا قبل، هذا تجلي امتحان ليتميز المنافق من غير المنافق. رؤيت قبل الجنة يعني. هذه الرؤية قبل الجنة، نعم، في المحشر. في المحشر هل توجد الإرادة في الإنسان فهو يخير يعني هذا جمال الله أو ليس بجمال الله، يعني كيف يمتحن الإنسان في الآخرة؟ كما أنت الآن، اسمع الآن، أنت لو أدركت، لا سمح الله أن تدرك، لو أدركت الدجال فيأتي الدجال بأمور عجيبة، يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت ويحيي الموتى ويفعل ويفعل، وأنت مأمور أن تكذب به لأن صفاته ليست صفات ربوبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، تمام. يوم القيامة نعم يوجد هذا الامتحان، والناس المؤمنون بما يعطيهم الله عز وجل من القدرة يميزون ويعرفون من خلال ما علموه من صفات الله عز وجل. نعم. يا سيدي نحن هذا الأمر إن شاء الله عز وجل، اصبر سيدي، هذا الأمر عندما نتكلم عن رؤية الله عز وجل في الجنة، أنا أقول كلمة من أجل يعني فقط التشويق للعلم، أقول أكثر أهل السنة للأسف العامة طبعا ليس العلماء عندما يتكلمون عن رؤية الله لا يخطر في بالهم إلا تجسيم. لو الله يؤاخذنا على ما يعتقد، لا أقول عنكم يعني عن عامة الناس، فسيدي عندما نتكلم عن الرؤية طبعا سننقل، لا لن أتكلم، سننقل كلام العلماء، يعني أنتم أهل علم وأهل فضل وستتعجبون مما سنتكلم. كما تعجبت. سيدي يعني كثير، لذلك الإمام الطحاوي في ارجع إلى المتن يقول ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لأهل السنة ليس المعتزلة الذين ينكرون الرؤية، لأهل السنة، لمن تأولها بوهم، لمن تصورها بوهم أو تأولها بفهم، لا يصح. يعني كثير من الناس
يحاول أن يتصور كيفية رؤية الله عز وجل. فأنت لو تصورت هكذا أنت لست مؤمنا بالرؤية، نحن لا نؤمن بهذه الرؤية لله عز وجل. ولذلك الإمام الغزالي يقول سبب تشنيع المعتزلة علينا أنهم يظنون أننا نعني برؤية الله نفس المعنى الذي نعنيه برؤيتنا للأجسام أو للكائنات، يظنون أننا نعتقد أننا نرى الله عز وجل كما نرى المخلوقات، فيلزم عليه أن يكون الله جسما أو أن يكون في جهة أو أن يوجد اتصال أو شعاع أو كذا. ويقول نحن ننكر هذه الرؤية كما تنكرون، نحن ننكر هذه الرؤية لأنها تستلزم مستحيلات على الله عز وجل، لا يجوز للمؤمن أن. فهذا الأمر إن شاء الله ستعلمه. تقول كيف سيميزون الصفات لا ترى؟ سنتكلم إن شاء الله عز وجل، هذا الدرس سنشرحه بإذن الله تعالى. سؤال، إذا أراد الله تعالى أن يخلق آدم عليه السلام يقول للملائكة الملائكة هل تريد يسكن كما الأرض؟ كيف علموا؟ الآن في الدنيا أمريكا يعني يقتلون 2 مليون أسد ظالم أسد 1 مليون الآن المسلمون يقتلون كما تقول البنات. الله يقول يعني أنا أعلم ما لا تعلم. الله إيش نعلم؟ نعم، يعني الله عز وجل سؤاله كان صحيحا لكن أخطأ أعتقد. كيف الملائكة يعلمون؟ لا لا، هو سأل شيئا آخر. أنا ظننت سيسأل كيف علم الملائكة. نعم، كيف علم الملائكة قبل أن يخلق آدم أن بني آدم سيسفكون الدماء؟ يعني أنا ظننت أن هذا السؤال يرد، لكن هو سأل سؤالا آخر. وكلا السؤالين سهل، ما في شيء إن شاء الله. يعني الملائكة إما رأت في اللوح المحفوظ ماذا كتب الله وأن ابن آدم سيفعل كذا وكذا، ممكن هذا. ويمكن الملائكة علمت بالقياس على الجن، لأن سكان الأرض قبل آدم كان الجن، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فالملائكة علمت إما بأحد أمرين، إما قرأت في اللوح المحفوظ، وبعض الملائكة يطلع على اللوح المحفوظ وكل شيء مكتوب في اللوح، وإما بالقياس على الجن. أما سؤالك إني أعلم، ما يستدلون اليوم بهذه الآية الكريمة بعض الحداثيين كان الناس قبل آدم موجودين في الدنيا يعني، ولذلك الملائكة عرفوا. تمام، جيد جيد، يقولون آدم ليس أبا البشر. جيد جيد، ما في مشكلة. إذن أبو آدم موجود. جيد جيد، نقول لهم وأبو أبي آدم من هو؟ ثم أبو في النهاية أليس مخلوقا؟ إذن كان لا يوجد أحد من البشر ثم وجد أبو البشر. تمام، يعني هل هو يوجد تسلسل إلى ما لا نهاية؟ كل مستحيل، الآن قلنا مستحيل عقلا، لأن ما لا يتناهى لا يمكن أن يوجد يتحقق في الخلق، مستحيل هذا. تمام تمام، لو قالوا يوجد أبو آدم وأبوه وأبوه وأبوه، إذن مخلوق، إذن يوجد أول. والله قال لنا بعد أن أثبتنا القرآن بالحق والعق، قال لنا هو آدم أبو البشر، كلكم لآدم وآدم من تراب. تمام سيدي، فهذه الآية ليست استدلال، لأن الملائكة يقرؤون في اللوح المحفوظ ويعلمون ماذا سيفعل، لأن القلم
أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما في مشكلة. أما ما هي الحكمة؟ الله عز وجل، يعني طبعا الحكمة يعلمها الله، لكن من الحكم أن ترى هذا الظلم الذي يحصل، هذا كله إكرام لهؤلاء المظلومين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان أصحابه يصلون خلفه، بسبب الفقر والجوع يقعون في الصلاة في رياض الصالحين، هذا يقعون، حتى إذا أتى إنسان يقول هؤلاء مجانين، هكذا نص الحديث، أظن في باب الصبر في رياض الصالحين موجود الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بعد الصلاة ويقول لو تعلمون ما لكم عند الله من الثواب لأحببتم أن تزدادوا فاقة، يعني فقرا، ما لكم عند الله. فالله عز وجل يعلم ما لا نعلم. نحن ماذا نظن؟ ماذا نظن؟ نظن هذا البؤس وهذا الشقاء وهذا البلاء وهذا كذا، تمام. الله عز وجل هذه الدنيا فانية وقليلة ورخيصة، ومقابل هذا الصبر على القتل الله سيعطيهم ما لا عين رأت. بل تعرف هذا الصابر الذي يصيب هو درجته أعلى درجة، تعرف ما هي أعلى درجة؟ أن يدخل الإنسان الجنة بغير حساب. لمن أعطى الله هذا العطاء؟ قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم، خلص. فنحن نرى أن هذا بلاء وهذا، يا سيدي لو لم يكن هذا، يقول ابن عطاء الله في الحكم إذا فهمت عن الله في المنع عاد المنع عين العطاء. من أحب الخلق إلى الله؟ رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر شخص في الأرض أوزية وأكثر إنسان في الأرض ابتلي. إذن هذا الابتلاء عطاء وإكرام. حتى عند الموت سكرات الموت شددت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل عليه أظن ابن مسعود قال إني أراك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ألأن لك أجرين؟ قال نعم. فإذن الله عز وجل حكيم، والله ما خلق الخلق إلا ليكرمهم، وهذا سفك الدماء وكذا امتحان للناس وإكرام لهؤلاء المظلومين. من المظلومين؟ ألم في الكون المقتولين؟ نعم نعم، الذين تسفك دماؤهم، فهذا والله إكرام لهم. نعم سيدي، يعني طبعا هذا شيء حكمة الله بالغة ولا شك. نعم سيدي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.